السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد في دورة Amazon Kindle Direct Publishing. اليوم إن شاء الله سنقوم بإنشاء حساب KDP على Amazon، وسنقوم بضبط إعدادة الحسابات، البيانات الشخصية، إضافة طريقة الدفع، ثم تحديد نسبة الضرائب الخاصة بحسابنا. أولا وقبل البداية، نصيحة أخوية لك أخي أختي الكريمة، مباشرة بعد مشاهدتك هذا الفيديو اتبع نفس الخطوات وقم بإنشاء حساب خاص بك، لأن المجال لا يزال يتيح لنا هذه الفرصة، وكلكم تعلمون ماذا حدث لإيباي وميرش باي أمازون، فقد أصبح الولوج إليه يتطلب رسالة موافقة ومراجعة وتعقيدات، أنت الآن في غنى عنها. إذن على بركة الله. قبل البداية لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك، ثم الضغط على زر إعجاب، ثم الضغط على زر الجرس حتى تصلك الفيديوهات عند رفعها مباشرة، ثم شاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. فأول إخواني نذهب إلى جوجل، ثم نكتب أمازون KDP، بعدها ندخل على هذا الخيار الأول، ثم نختار الخيار الثاني ساين اب، ثم هنا نقوم بإدخال الإيميل الخاص بنا والباسورد كذلك، ومن ثم كيب مي ساين ان، ثم كرييت يور KDP اكونت. بعدها نقوم هنا بإملاء هذه الخانات. فبالنسبة للخانة الأولى هناك your name، يعني الاسم الكامل، الاسم الشخصي والعائلي، ومن ثم الإيميل الخاص بك، ومن ثم الباسورد كذلك. ونقوم في الخانة الأخيرة بإعادة كتابة الباسورد الخاص بنا كذلك، ومن ثم create your KDP account. والآن تأتينا هذه الخانة verify email address، ويقومون بإرسال رسالة في الإيميل الخاص بنا، هي عبارة عن كود أرقام إما 4 أو 5، نأخذها وندخلها هنا، ثم create your Amazon account حتى يتحققوا من الإيميل الخاص بنا. مباشرة تأتينا هذه التعليمات أو السياسة الخاصة بأمازون، من الأحسن أخي الكريم أن تأخذها ثم تعمل لها نسخ وتذهب إلى traduction. نضع هنا النص، ثم نقرأ بتمعن هذه المعلومات حتى لا نتسبب في إغلاق حسابنا دون دراية. بعد أجري، يعني قبول هذه الشروط، من ثم نقوم بتحميل المعلومات الخاصة بحسابنا. هنا ندخل الرقم الهاتفي الخاص بنا حتى يتحققوا من أن الرقم الهاتفي هو فعلا خاص بنا، يرسلون لنا رقم، ندخل الرقم هنا، ونقوم بإدخال الرمز الذي سنتوصل به في هاتفنا، عبارة عن 5 أرقام هنا continue، وبهذا قد تم التحقق من هاتفنا. ومن ثم هنا ننتقل إلى هذه الواجهة، يجب عليك هنا اختيار الدولة التي تنتمي لها أو التي تعيش فيها الآن، ومن ثم تقوم بملء هذه المعلومات، يعني full name يعني الاسم الكامل، ثم الادرس الخاصة بك، ثم المدينة والستيت كذلك، ثم البوستال كود أو زيب كود والفون، رقم الهاتف كذلك. عند إتمام هذه المعلومات أرجو منك أخي أن تدخل هذه المعلومات بكل دقة، لأنك قد تحتاجها من بعد. هنا نقوم باختيار البنك الخاص بنا، في حالتي أنا سوف أتسجل ببايونير، لذلك سأختار مكان البنك هو أمريكا، ثم العمولة أو العملة يجب أختار الدولار، ثم هنا أقوم بإدخال اسمي الكامل ونوعية الحساب أختار الشيكين، ثم account number
أقوم بإدخال رقم الحساب هنا وإعادة كتابه في هذه الخانة كذلك، ثم روتين نمبر كذلك ندخله، ثم نيم أوف بانك يعني هذا هو اسم البنك، فمثلا في المغرب هناك سي اش بانك، هناك تجاري وفا بانك، ففي امريكا كذلك فبايونير، ما عليك الا الدخول الى بايونير وستجد الاعدادات كامله الخاصه بحسابك وتقوم بنسخها وملئها في هذه البيانات. هنا نذهب الى اد، ومن ثم اهم نقطه في الموضوع هنا يجب عليك ان تركز قليلا، لأن هذه المعلومات التي سوف نملئها الآن هي التي ستحدد نسبة القطاعات التي ستقطع لك من نسبة الأرباح، فهذه هي عبارة عن سجلك الضريبي. إن لم تعرف أي كلمة أو أي سؤال اعمل له نسخ، اذهب إلى جوجل ترانزاكشن وترجمه. فمثلا هنا نحن نشتغل لسنا شركة، يعني سنقوم بإدخال individual، إن لم تعرف هذه الكلمة مثلا قم بنسخها، وذهب إلى جوجل ترانزاكشن يسأل لك هل أنت شخص أمريكي أم مقيم خارج أمريكا؟ نو، نحن لسنا أمريكيين. هنا يسألونك هل أنت وسيط لشخص ما أم أن هذا الحساب خاص بك؟ في حالتنا نحن وكلاء أنفسنا، يعني سأختار نو. بعدها ننتقل مباشرة إلى هذه المعلومات الأخرى، ندخل الدولة التي نقطن بها، ثم نقوم بملء هذه البيانات الخاصة بالأدرس الخاصة بنا. هنا نجد الدولة والأدرس الخاصة بنا واسم المدينة والزيب كود. عند ملء هذه المعلومات نقوم بحفظها، ثم نأتي إلى هذه الخانة نختار الأولى. فمثلا أخي الكريم، هذه الخانة الأولى تعني بأنك تمتلك رقم ضريبي لكنك لست مسجل بأمريكا، وفي حالتنا نحن ندخل رقم البطاقة الوطنية. فمباشرة بعد إدخال رقمك أو رقم البطاقة الوطنية فإنك ستستفيد من اقتطاع 10% من الأرباح عوض 30%، فإن لم تدخل هذا الرقم أو رقم بطاقتك الوطنية فسوف يخصم من أرباحك 30%. ثم هنا سنياتور نقوم بإدخال اسمنا الكامل، ثم Save and Preview، وهنا يظهر لنا مطبوع فيه جميع المعلومات التي أدخلناها عن الحساب وكذلك الشروط. ومبروك عليك إنشاء حساب أمازون KDP، ما عليك الآن إلا العمل إن شاء الله لجني الأرباح. وهذه هي أول خطوة إن شاء الله في احتراف هذا المجال، هو توفرك على حساب. بعدها إن شاء الله انتظروا فيديوهات حارقة وشيقة، فلا تنسونا إخواني بدعائكم واشتركوا في القناة لدعمنا، ووفقني ووفقكم الله.